على بابك وسط على هدالك أصبر على بابك وسط على عبالك من بابك من كل فرصين على بابك يجب أن يرفع الرسين على بابك جايين طريقين من غير عالمين جايين طريقين من غير عالمين أصدقائي سعداء الحظ، أصدقاء برنامج حظك على بابك، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة بنتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. الحقيقة وصل برنامج حظك على بابك مجموعة كبيرة جدا من الخطابات، لكن إحنا النهاردة اخترنا الخطاب اللي أرسله المواطن محيي زكريا حسن، مواجه تربية رياضية بمنطقة وسط الجيزة، وعنوانه 5 شارع محمد طلعت بالعجوزة متفرع من شارع شاهين. وعلى الفور انتقل الكاميرات برنامج حظك على بابك للمواطن، والحقيقه برنامج محضر له مفاجاه كبيره جدا، نتمنى ان شاء الله ان هي تعجبه. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين ونشوف الحظ جاب لنا ايه النهارده. اصدقائي اصدقاء برنامج حظك على بابك، دي الحاله اللي برنامجنا طرق بابها النهارده. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم. حضرتك والد الشاب ماجد طبعا. ايوه ان شاء الله. تسمح لي بس هتكلم معاه شويه. ماجد اهلا بيك. اهلا. ماجد عندك كم سنه؟ 24 سنه. تعرف النهارده وزنك كم كيلو؟ تقريبا يعني وصل الوزن جامد، ولكن الوزن اللي انا كنت عارفه اخر مره كان 265 كيلو. 265 كيلو دي تتذكر من كم سنه بالظبط؟ يعني كان من حوالي 8 شهور، وكنت اتوزنت في مستشفى دمرناش. من امتى، من سن كام ابتدت الزياده الغير طبيعيه دي تلاحظها؟ اول ما ابتدت بزياده بطيئه، كان في سن 12، وبعدين اول ما دخلت السن 15 بدات الزياده تزيد زياده عن اللزوم. استاذ محي، حياتك عرضت طبعا ماجد على اطباء تسليم، كان ايه تشخيص الحاله اللي قالوا لك عليه؟ عرضتهم على اكبر اطباء في الغرف في مصر، ولكن للاسف ما فيش اي تشخيص. انا عملنا تحاليل واشعات وكله براشيم ومضادات حيويه وابر، ولكن ما فيش تشخيص معين للغده في مكان معين تكون هي السبب. ما حدش اوصى مثلا بان هو يتجرى ليه عمليه جراحيه مثلا يكون هي ممكن تتعالج عن طريقها؟ يعني دكتور سيد رأفت قال ان ادانا بعض ادويه، من ضمنها اغلب الادويه اللي مديها لنا مش موجوده في مصر، نجيبها من بره، يشوف لنا حد يعني يجيبها لنا من بره والادويه موجوده واسمائها موجوده عندنا، وقال يستمر على الادويه دي حوالي 6 اشهر، وبعد كده لو ما جابتش نتيجه هنضطر نعمل اجراء ازاله الدهون. وحقيقه يا استاذ ماجد، يا استاذ محي، الحاجات اللي حضرتك شرحتها لنا في الجواب يعني فعلا هزت مشاعرنا. منها حضرتك قلت ان ماجد ما بيقدرش ابدا يقعد من غير المروحه لدرجه انه بيدخل الحمام بيها. احنا طبعا استاذناكم دلوقتي وبطلناها عشان بس التسجيل. انا عايز اعرف العلاج بتاعه بيكلفك قد ايه في الشهر؟ العلاج بتاعه يعني هقول لحضرتك، لو احنا خدنا كلام الاطباء بالروجستات بتاعتهم وانا جبت، مش اقل من 400-500 جنيه. وبعدين نص العلاج نصه بالظبط مش موجود يعني في جمهورية مصر العربية كلها، من ضمنهم يعني اقول لحضرتك، وفي بعض ادويه. حضرتك ما عرفتش حالته على الوزير، وزير الصحة؟ انا كتبت في بعض الجرايد في جريدة الاخبار وموجودة معايا في سنة 87، جريدة الوفد السنة اللي فاتت ومعايا تواريخها. مفيش اي حد ادالك رد معين بالنسبة للنداءات اللي انت عملتها في الجرايد؟ محدش رد عليا خالص، خاصة وزارة الصحة اللي هي المسؤولة عن مواطنين في جمهورية مصر العربية، ما حدش رد بأي شيء. ولكن وصلت لرئيس الوزراء ورحت لرئيس مجلس الشعب وجالي رد مش معروف من مين بالظبط لتحويله للكوميسيون الطبي. ورحنا الكوميسيون الطبي، للأسف الكوميسيون الطبي أنا لقيت 2 دكاترة قاعدين، وعبال ما عرضنا حالتنا عليهم معانا الاشاعات ومعانا التحاليل ومعانا الادويه، وللاسف بيتكلموا في امور شخصيه، واحنا واقفين بقالنا ساعه لغايه ما جه دورنا حولونا، قالوا يحول لمستشفى الدمرداش. مستشفى الدمرداش كانت حقل تجارب بالنسبه لماجد. يعني دخل مستشفى الدمرداش الطبيب بيجيب اساتذه الامتياز بيشرح لهم
بيقعد يجرب يجرب فيه ويصور ويعري لمؤاخذة يعري الجلابية ويصوره، ما كانش فيه أي علاج خالص بالمرة. مجد أنت لسه في المدرسة ولا سبتها؟ لا حاليا دلوقتي توقفت عن التعليم. وصلت التعليم لغاية سنة كام؟ لغاية تانية ثانوي. حضرتك طبعا أكيد في متاعب كبيرة بتواجه ماجد في البيت هنا، أنا عاوز أعرف بتتصرفوا معاه إزاي؟ والله الناحية النفسية نمرة واحد بدأت تتدهور جدا جدا في السنتين الأخرانيين دول، خاصة بإن بتجيله أعراض يعني صعبة جدا، ارتفاع في ضغط الدم وصداع، وأصبح دلوقتي من كتر الأورام اللي ظهرت في جسمه خاصة الجزء السفلي من الرجلين أصبح الجلد بيتفتح، الجلد بيحصل فيه تشققات وبيطلع منه إفرازات. يعني كعلاج بدائي احنا بنجيب بخاخة مضادة حيوي حتى توقف النزيف، انما ده مش علاج. ماجد انت عارف ان انت النهاردة من سعداء الحظ؟ يا ريت. احنا عرضنا حالتك على عدد كبير جدا من الاطباء، ومعانا النهاردة الدكتور منير ويليام لبيب اخصائي راحة التجميل والسمنة، وهو اللي طلب ان هو يشوف حالتك. دكتور منير اهلا بحضرتك. اهلا مساء الخير. حياتك طبعا حالة ماجد يعني اكيد هي بتتكلم عن نفسها، بس احنا عاوزين من الناحية الطبية حياتك تقول لنا تشخيص الحالة دي ايه بالظبط. الحقيقة لما شفت الاخ ماجد هنا انا ببص عليه لابد ان انا امشي في كذا نظام. هو بيقول ان الحالة بدأت معاه منذ فترة حوالي 11 سنة، منذ عام 12 سنة، هو عمره دلوقتي حوالي 23-24، انا حوالي 12 سنة. اغلب الحالات والتحاليل اللي انا شفتها بالنسبة له حاجات معمولة منذ حوالي 6 سنوات، ما اقدرش ابدأ بيها كنظام علاج دلوقتي. لابد ان اضع في الاعتبار عدة عوامل انا بنظر في الحالة. الحاجة الاولانية الفحص الاكلينيكي. الفحص الاكلينيكي بيشمل عدة نواحي، بيشمل بالنسبة للجلد والاماكن اللي فيها زيادة دهنية مفرطة، هل هي مستوزعة بطريقة معينة، موجود في البطن، موجود في الرقبتين، موجود في اعلى الفخاد، موجود في الذراعين، ودي السمنة اللي احنا بنتكلم فيها. الحاجة الثانية من ناحية الجلد، في بعض التغيرات اللي موجوده في داخل الجلد، طبعا في ثنايا في الجلد، ففي ميكروبات، في فطريات، في طحالب، في بعض الامراض اللي موجوده اللي لابد ان تراعى وان تؤخذ في الاعتبار. الناحيه الثالثه ايضا لابد ان احنا ننظر فيها اللي بالنسبه لنفس المريض، هو بيقول ان هو بيقعد جنبه مروحه ومش قادر يتنفس، فواضح ان دي حاجه من السندرومات المشهوره جدا في السمنه اسمه مرض بتويل. التغيير اللي ممكن يصيب القلب من الزياده المفرطه دي عليه. بالظبط. بالنسبه للنفس هنا بيكون عندي كميه الاكسجين اللي داخله في داخل الجسم اقل من حاجه في الجسم، وبالتالي فالمريض عنده كميه ثاني اكسيد الكربون زياده، فبتكون النتيجه ان النفس نفسه فيه تعب، بتجيله بعض الحالات ولو سالناه هنعرف ممكن بيحصل زرقان في الجسم، وبعدين بيحصل الجسم بيحمر مره ثانيه، بتجيله مقدره ساعات كتير جدا عايز ينام فترات طويله، وفي بعض الاحيان تلاقيه عنده قلق شديد ومش قادر ينام. فكل دي اعراض. وقال انه بيشعر بصداع وزغلله كتير. كمان ده برضو من ضمن الحاجات. بنرجع للضغط وبنرجع لحاجه ثانيه. ما انا بقول لسيادتك ان احنا بنقسمها ايضا، بنمسك من ناحيه الراس. الراس نقدر نعمل بنبص الاول من الناحيه العصبيه، لان في غده موجوده في الراس، الغده النخاميه، ودي من بعض الحالات اللي ممكن تعمل هذه الصوره. فاذا كنا بنعمل تحاليل بسيطه بالنسبه للغده النخاميه، ومنها بنعرف هل هذه الغده نشيطه. اذا كانت نشيطه بتعمل بتضغط على العين، بتعمل زغلله في العين، بتضغط على دار الجمجمه بحد كبير، وبتعمل صداع وما الى هذا من تغيرات موجوده. النظام العلاجي اللي حضرتك بتقول عليه ده دكتور طبعا هيتم داخل المستشفى. حضرتك لاحظ ان من الصعوبه جدا ان هم بينقلوا ماجد كل مره مثلا يودوه لطبيب معين، فمش عارف حضرتك هتقترح نظام علاجه هيكون ازاي. لا هو انا قلت مع مراعاه برضو ان الاب دخله ما بيكفيش لنفقات العلاج، يعني فوق دخله فوق فعلا. انا قلت لسيادتك الخط الاول بالنسبه لنظام الاكل هيقدر هو يعمله في البيت، وانا هتولى الاشراف فيه. بالنسبه للنظام الرياضي برضه هيبقى في نظام محدد هنفهمه للاخ الوالد، هنفهمه للاخ مالك اجد، وهيمشي فيه تماما سواء احنا موجودين او احنا مش موجودين. الطريقه الثالثه بقى اللي هي الحاجه انا بسميها الوجبه المليئه. الوجبه المليئه دي عباره عن وجبه غذائيه حجمها كبير، قيمتها الغذائيه قليله، يعني ما تزيدش عن 50 سعر، ما تعملش اي تاثير في جدار المعده، ودرجة الامتصاص بتاعتها قليلة جدا. بيتناولها المريض قبل الأكل عادة بنص ساعة قبل الوجبة الرئيسية. فلما بيتناولها وبيتناول بعدها كمية من الماء،
كل 5 دقايق كوباية، ممكن لغاية 5 كوبايات ما بتفرقش خالص. بيحس بالشبع يعني خايفة في الوجبة دي؟ لا، بتبدأ تبتدي هذه الحبيبات بتمتلئ في المعدة وتتمدد، فبتاخد حجم كبير، بيحس بعدها ان هو غير محتاج انه ياكل، او غير محتاج ان هذا زي الردة وزي المواد السيلولوزية والمواد الجيلاتينية وما الى هذا من الكلام. الخطوة الرابعة بقى اللي هي السيرة الذاتية. السيرة الذاتية دي اهم حاجة في علاج الاسماء، اللي هي قوة الارادة، التحكم القوي. ما نشوفه ماجد، ايه رايك في النظام اللي لغايه دلوقتي اللي الدكتور قال عليه؟ نظام كويس يعني هتقدر تمشي بنفس التعليمات اللي الدكتور بيقول لك عليها دي؟ طبعا اللي عايز يخف لازم يمشي بالتاكيد. لا، وانت ارادتك عاليه قوي. طب يا دكتور، الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه الاخيره بقى اللي هي التدخل الجراحي. وجدنا دلوقتي ان جميع تحاليل الاخ ماجد سليمه، وان جميع الخطوات ايجابيه، انسان ابتدى يمشي معايا خطوات في الرياضه، في النظام الغذائي، بياخد نظام اكل معين بالطريقه اللي انا عايزها. بندخل بالتدخل الجراحي. التدخل الجراحي بالنسبه للحاله اللي تشبه ماجد في صفه عامه في كذا طريقه. كنا زمان بنحط نوع معين من البالونات في المعده ونسيبه على اساس ان ده بتديله احساس بالشبع دايما وبتساعد على التخسيس، لكن دلوقتي الحالات دي احنا بطلناها، انها بتعمل شيء من عدم الراحه والعوامل النفسيه غير الراحيه بالنسبه للمريض، زائد انها في بعض الحالات بتعمل نزيف وقحه دم وما الى هذا، او قرحه في المعده. لكن دلوقتي بصفه عامه في طريقين ثابتين بالنسبه لعلاج هذه الحالات. الطريق الاول طريق شفط دهون. شفط الدهون يتطلب مني ان يكون المريض عنده الجلد شديد، وبالتالي بشفط اماكن من اماكن محدده. وهذه الطريقه ايضا لا تصلح في ماجد، لان انا عندي رهرطه زياده كبيره جدا في الجلد. فالطريق الثاني والطريق الامثل لهذه الحاله اللي هو عباره عن الاستئصال الجراحي الكامل للجلد والدهون الزائده في جسم ماجد. وطبعا هو مش اول واحد نشوفه بهذا المنظر، في حالات كثيره جدا مرت يعني عليا انا في خبرتي في هذه الحالات، والحمد لله في يعني انا مستعد اجيب له ناس يقعدوا معاه ويشوفهم قبل العمليه كان شكلهم ايه وبعد العمليه كان شكلهم ايه، ويعني انا شخصيا متفائل. دكتور منير، مع احترامي كام حضرتك ومع احترامنا لاطبائنا المصريين، في حاله لو علاج ماجد فشل هنا في مصر هيكون التصرف معاه ازاي؟ برضه انا عايز اقول لسيادتك في حاجه في البدايه، ان فعلا الحالات اللي زي ماجد بتحتاج انها تدخل مستشفيات خاصه علشان يتبعوا معها هذا النظام العلاجي من ناحيه التغذيه ومن ناحيه الرياضه، وفعلا هذا النظام غير موجود عندنا في مصر. مفيش اختلاف الا في حتت محدده جدا جدا وصعب تواجده. لكن يعني احنا من نشاطنا ومن قوة ارادتنا، يعني انا عايز اقول لسيادتك في حالات كتيرة جدا اتعملت وعدت وبقت كويسة وكل حاجة. لكن يعني انا بتعصب للمصريين، وانا مصري وبنشوف هذه العلاجات وبنعالجها، لكن يعني انا عايز اقول لك هو وعد مني اذا فشلنا في علاجها في مصر فانا هكون اول واحد من المشجعين دي على انه يسافر بره وعلى حساب الخاص. علمو، احنا املنا في ربنا واملنا في حضرتك، واحنا بنطمن ماجد وبنقول له يعني احنا عاوزين اهم حاجه عندك دلوقتي الاراده، وكلنا معاك فعلا، كلنا معاك بقلوبنا. واديك شايف الدكتور منير متعهد وقال ان انت فعلا هو متفائل خير، وان انت ان شاء الله هتبقى كويس باذن الله. دكتور منير، طبعا احنا هنتابع مع حضرتك في برنامجنا حظك على بابك حاله ماجد باستمرار، هنشوف نتيجه العلاج بتاعت حضرتك والتطورات اللي هتطرق عليه، وان شاء الله احنا متعشمين خير جدا. وبنوجه نداء انساني، الشاب ماجد بيقضي احلى فترات شبابه وعمره سجين جدران حجرته. بنوجه نداء انساني للمربي الفاضل الطبيب الاستاذ الوزير حسين كامل بهاء الدين، ان هو يرعى الشاب ماجد وبيوليه بعين العنايه والعطف، وان شاء الله احنا املنا كبير في ربنا وفيه. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول زرع انتي اللي زرعتي، اول خط انتي اللي رسمتي، وبنيت الدنيا وهندستي، وخلقت الطب وطببتي، ويحكي الحجر حكاية بشر تاركهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى، لو ملتي كده الدنيا تميل. أصدقائي سعداء، الحظ سعدنا بكم ونرجو أن نكون أسعدناكم. بترككم إلى أن نلتقي مع أطيب الأمنيات وأرق تحيات، وتحيات أسرة حظك على بابك ليلى سعودي، المخرج جمال العربي، وتحياتي أمير عبد العظيم.
الحلقة الجاية.